إذن حالة مطرية ديمية الطابع الثلاثاء والأربعاء تشمل مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى، وحالة ماطرة أشمل وأقوى في الأفق تبدأ يوم السبت. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن تشير خرائط تحركات الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا إلى وجود هواء بارد يتوغل من مناطق بلاد الشام، ثم ينتقل إلى تقريبا عموم مناطق شمالي شبه الجزيرة العربية، ويستمر بالتحرك بهذا الشكل باتجاه هذه المناطق بشكل مستمر خلال ونشط خلال الأيام القادمة. الأمر السيامة على حدوث أحوال جوية غير مستقرة في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية، جالبة مع هذه الأحوال الجوية غير المستقرة الأمطار بتفاصيل مختلفة. إذا ما نظرنا إلى توقعات النمذجة العددية للهطولات المطرية، فإننا سنجد أن يوم غد الثلاثاء ستكون أولى الأيام التي تتأثر بها المملكة بحالة مطرية تكون جزء كبير منها ديمية الطابع. تبدأ هذه الحالة المطرية بمشيئة الله تعالى تدريجيا خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، تحديدا في ساعات مغرب الظهر تتشكل السحب الممطرة في مناطق قريبة من القصيم الجنوبي من حائل ومناطق جنوب المدينة المنورة وشرقي مكة المكرمة، بالإضافة إلى بعض الأمطار محتملة أيضا على الساحل الغربي بما في ذلك مدينة جدة. هذه السحب والغيوم الممطرة تشكل حزامة من الأمطار بشكل تدريجي مع مرور الوقت، ودخولنا في ساعات المساء مساء يوم الثلاثاء وتتجه باتجاه القصيم وأجزاء من الحائل. بعض الأمطار أيضا محتملة في المنطقة الشمالية، ولكن التركيز الأكبر لهذه الحالة ممتد من مناطق مكة المكرمة ومرتفعاتها وبعض السواحل بما في ذلك مدينة جدة باتجاه أيضا المناطق الوسطى، تحديدا نتحدث هنا عن القصيم. تشتد هذه الحالة في ساعات الليل، نلاحظ بعض البؤر الغزيرة من الأمطار مرتقبة ليلة الثلاثاء على الأربعاء خاصة في المناطق القريبة من القصيم، إضافة إلى مناطق واسعة من منطقة مكة المكرمة مع أجزاء من المرتفعات والسواحل، وبالتالي مجددا مدينة جدة قد تتعرض لبعض الزخات من الأمطار. يمتد هذا الحزام السحابي من الأمطار لاحقا إلى مناطق حائل أيضا، كما نلاحظ مع ساعات فجر يوم الأربعاء تصل هذه الأمطار إلى مناطق رفحاء وحائل، إضافة إلى حفر الباطن والحدود السعودية الكويتية بشكل لاحق، وأيضا تستمر الأمطار بالهطول على مناطق مكة المكرمة ومرتفعاتها وتمتد منها إلى أجزاء من شمالي العاصمة الرياض بشكل واضح، وتستمر هذه السحب بالتحرك بهذا الشكل صباح يوم الأربعاء. وبالتالي هناك كما تلاحظون حزام من الأمطار ممتد من المناطق الجنوبية الغربية تحديدا مناطق مكة المكرمة وصولا إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة إلى دولة الكويت وجنوب العراق، حفر الباطن المناطق الشمالية الشرقية إضافة إلى القصيم ورفحاء وأجزاء أيضا من حائل والأجزاء الشمالية من الرياض، وربما تمتد بعض الزخات باتجاه العاصمة الرياض في وقت معين يوم الأربعاء. الأمطار موجودة يوم الأربعاء على المرتفعات جنوب غرب المملكة، قد تكون رعدية الطابع في تلك المناطق، تمتد هذه الأمطار أيضا إلى مرتفعات أكثر جنوبا في نهار يوم الأربعاء، وتبقى الأمطار حاضرة في المنطقة الشمالية الشرقية وبعض المناطق الوسطى، ولكن يتوقع يوم الأربعاء في ساعات ما بعد الظهر أن تشتد بعض الزخات المطرية في بعض الأنحاء كما نلاحظ، وتصل ربما إلى مدينة الدمام وتكون بعض منها رعدي الطابع خلال هذه الفترة. إذن هذه تقريبا توقعات النمذجة العددية كيف تستشعر وجود الهطولات المطرية في الحالة المطرية المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء والتي تبدأ تقريبا في ساعات ما بعد عصر يوم الثلاثاء. فيما إذا تبعنا وشاهدنا ما هو متوقع خلال أيام مثلا الخميس والجمعة، فكما نلاحظ يوم الخميس هناك تركيز على الهطولات المطرية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة على شكل زخات من الأمطار في تلك المناطق، تشمل حفر باطن ورفحاء وحتى ربما عرعر أجزاء من القصيم وأجزاء من العاصمة الرياض، السواحل الشرقية بمشيئة الله تعالى من المملكة، بعض الزخات من الأمطار والتخريج البحرية مرتقبة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والساحل الغربي والجنوبي الغربي من المملكة، وتبقى فرص الأمطار يوم الخميس قائمة وتشتد وتصبح رعدية الطابع وتؤدي أحيانا إلى وجود بعض البؤر الغزيرة من الأمطار خاصة في المنطقة الشرقية من المملكة، كما أن فرص الأمطار في العاصمة الرياض أفضل نوعا ما تكون في ساعات عصر يوم الخميس. تستقر الأجواء يوم الجمعة كما نلاحظ، لكن بشكل مؤقت تتراجع فرص الأمطار عن العموم ومعظم مناطق المملكة، ولكن هناك مراقبة حثيثة هنا في مركز طقس العرب لنشوء أحوال جوية غير مستقرة يوم السبت ذات
طبيعة أشد وأشمل تمتد من الخليج العربي باتجاه الداخل كما تلاحظون بالعاصمة الرياض المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ومن المتوقع أن تسيطر على أجزاء واسعة من المملكة بالإضافة لدخول منخفض جوي في المنطقة الشمالية الغربية، وبالتالي مناطق واسعة من المملكة بالإضافة لجنوب غرب المملكة، جميع هذه المناطق على موعد مع فرص لأمطار في أجزاء مختلفة يوم السبت، وبالتالي الحالة يوم السبت على ما تبدو من الخرائط هي أشمل وأقوى بمشيئة الله تعالى. طبعا دائما يعني هذه التوقعات والتكلان على الله سبحانه وتعالى. لأن نأخذ في ملخص ما هذه هي التوقعات من ناحية النسب المئوية للأمطار. هذه النسب موجودة في تطبيق طقس العرب لكل مدينة تريدونها في السعودية، ولكن نأخذ على سبيل المثال مدينة جدة الثلاثاء نسبة وفرصة الهطول تصل إلى 55% وتبقى مرتفعة على بعض الشيء يوم الثلاثاء ليلة حوالي 46%، لكن تهبط فرص الهطول يوم الأربعاء، تتراجع فرص الهطول في مدينة جدة إلى 15%، ترتفع قليلا الأربعاء ليلا إلى حوالي 35%، ولكن تبقى أعلاها هو غدا خاصة في ساعات ما بعد العصر. العاصمة الرياض أيضا نأخذ كفرص توقعات الهطولات المطرية كما تلاحظون، إذن الثلاثاء ليلا هناك ارتفاع في فرص الهطول 55% في ساعات الليل، 31% يوم الأربعاء، الأربعاء ليلا تصل إلى 70%، تكاد تكون أعلى نسبة يوم الخميس 66%، ويوم الخميس ليلا 66%. نلاحظ الاستقرار واضح على الأجواء المؤقت المرتقب يوم الجمعة، تهبط الفرصة إلى تقريبا 0%، الجمعة ليلا إلى 60%، والسبت والأحد تعود السبت والسبت ليلا تعود الارتفاع في حالة مطرية جديدة. عد وذكر هذه النسب موجودة في تطبيق طقس العرب ويمكنكم الاطلاع عليه لأية مدينة تودون معرفة فرص هطول الأمطار بها. العودة للطقس الآن، هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء تكون باردة نسبيا مع أجواء وظهور لكميات من السحب، درجة حرارة 12 درجة مئوية في ساعات النهار بشكل عام. توقعات الأيام القادمة في العاصمة الرياض تكون درجات حرارة ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية، فرص الأمطار كما تحدثنا عنها ليلا حوالي 15 درجة مئوية وتستقر هناك درجات الحرارة. نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء في مدن ومحافظات المملكة، والتي سنبدأها شمالا من إسكاكا من 18 إلى 6، عرعرة 13 إلى 2، وتبوك من 18 إلى 7 درجات مئوية. غربا في مكة المكرمة فرص الأمطار غدا 29 إلى 21، الطائف 21 إلى 13 مع فرص الأمطار في ساعات الليل. في جدة فرص الأمطار من 27 إلى 23 درجة مئوية، وفرص الأمطار أيضا في مدينة منورة من 23 إلى 15 درجة مئوية. في جنوب غرب المملكة أيضا الباحة 19 إلى 11، في أبها من 21 إلى 11، فرص الأمطار خفيفة في جازان من 30 إلى 26 درجة مئوية. شرقا في الإحساء من 22 إلى 13 مع ظهور السحب والغيوم، في الدمام 21 إلى 16 مع أجواء غالبا غائمة، وفي حفر الرباط من 17 إلى 10 درجات مئوية مع ظهور لكميات من السحب والغيوم. في وسط المملكة في حائل 20 إلى 11، وفي القصيم 21 إلى 14، وفي الرياض من 20 إلى 15. جميع هذه المناطق تحديدا القصيم على موعد مع الأمطار في ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وقد تكون غزيرة مع ساعات فجر يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. قبل الختام هناك توصيات للتعامل مع الحالة الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة خاصة مع ساعة مساء الثلاثاء. ضرورة الانتباه من جريان الأودية والشعاب، وفي حال الوجود في البر ضرورة الابتعاد عن هذه الأودية والشعاب خوفا من جريانها، وضرورة الانتباه من مخاطر تشكل السيول عند مناطق مختلفة من المملكة سيما تلك المتأثرة بالحالة المطرية. إذن هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، ونسأل الله أن يجعل هذه أمطار خير وبركة علينا وعليكم جميعا. دمتم بخير، إلى اللقاء.